أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم. النهاردة معنا إجابة الاختبار السابع من ملحق كتاب سلاح التلميذ، ويلا يا ولاد مع بعض نشوف حل الاختبار. وأول حاجة معنا هو نص الاستماع، فيلا مع بعض نقرأ النص عشان نعرف نجاوب على الأسئلة اللي موجودة عليه. أحب جدتي كثيرا وأحب حكاياتها، فعندما تحكيها ألتفت إليها وكأني لم أسمع منها هذه الحكايات من قبل، رغم أنها تكررها باستمرار لأنها تنسى، لكن حقها علي أن أبدي لها الاهتمام لما تقول وكأني أسمع لأول مرة. تعلمت كثيرا من تلك الحكايات لأنها تمتلئ بالخبرات وتجارب الحياة التي مرت بها جدتي. وصل معنا أولاد على نص الاستماع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الحفيد يحترم جدته، طبعا صح. الحفيد يخبر جدته أنها تكرر حكاياتها، غلط. استفاد الحفيد من حكايات جدته، أكيد طبعا صح. ثانيا التعبير الكتابي، اكتب إعلانا عن مسابقة أجمل لوحة بين تلاميذ المدرسة مراعيا عناصر الإعلان ومستعينا بالتحليل التالي. موضوع الإعلان مسابقة أجمل لوحة، المعلن أسرة التربية الفنية في المدرسة، الزمن آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023، المكان تسليم الأعمال في غرفة التربية الفنية، في المستهدفة تلاميذ المدرسة. وأول حاجة أكتبها يا أولاد الموضوع بتاع الإعلان مسابقة أجمل لوحة. بعد كده هبدأ أكتب الإعلان، تعلن أسرة التربية الفنية بالمدرسة عن مسابقة في الرسم لتلاميذ المدرسة لاختيار أجمل لوحة فنية. سوف تسلم الأعمال المرسومة في غرفة التربية الفنية، علما بأن آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023. وبكتب جملة تحفيز وتشجيع للتلاميذ، فأقول إيه؟ بادر بالاشتراك في المسابقة فهناك جوائز قيمة. آخر حاجة بكتبها مع تحيات المعلن أسرة التربية الفنية بالمدرسة. ثالثا النص الأدبي، اقرأ الفقرة التالية. في نهاية العام الدراسي يسلم كل تلميذ منا بمبلغ من المال لنشترك معا في إقامة حفل نهاية العام الدراسي. وفي هذا العام اقترحت على زملائي أن نجمع النقود ونساهم بها في دعم إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بتأمين وصول مياه الشرب النظيفة للفقراء، لأن هناك بعض الأماكن تفتقر إلى المياه النظيفة، فما الأقل بالجميع للاقتراح. والغريب أننا جمعنا أموالا أكثر مما كنا نجمعه في المرات السابقة، وذلك بفضل كل ندي معوان. ندي يا أولاد يعني كريم، معوان يعني مساعد، قرر أن يتصدى معا للفقر. استخرج من الفقرة ما يلي، معنى ضمان يعني تأمين، مضاد متخاذل، معوان. كملين يا أولاد مع بعض، علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أقام التلاميذ حفلهم السنوي في هذا العام كالمعتاد، غلط. فقط التلاميذ على اقتراح زميلهم، طبعا صح. أجب، هل أعجبك ما قام به التلاميذ ولماذا؟ أعجبني، طبعا نعم. ولماذا؟ لأنهم يساعدون الفقراء والمحتاجين. رابعا النص المعلوماتي، اقرأ الفقرة التالية. تطرق علماء الاقتصاد إلى تعريف المشروعات الصغيرة في كتبهم وحددوا إثارا لها، فهي تشمل كل مشروع لا يقل رأس ماله عن 50,000 جنيه ولا يتجاوز 1,000,000 جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيه على 50 فرد. قسموها إلى مشروعات خدمية وإنتاجية وتجارية، ولأن الدولة ترى أن هذه المشروعات هي العمود الفقري للاقتصاد فإنها تبذل كل وسائل الدعم لأرباب يعني لأصحاب المشروعات الصغيرة. اختر المعنى الصحيح مما بين القوسين، تطرق يعني تناول، المراد بالعمود الفقري الأساس. ضع علامة صح أو غلط أمام ما يلي، إذا كان رأس مال المشروع أكثر من 1,000,000 جنيه فهو من المشروعات الصغيرة، طبعا إيه؟ غلط. أجب، لماذا تهتم الدولة بالمشروعات الصغيرة؟ لأنها العمود الفقري للاقتصاد. خامسا النص الشعري، اقرأ الأبيات التالية للشاعر أحمد الحملاوي، ثم أجب. يا مصر لا تقنتي فالنصر قد حان، سبحان من أرغم الأعداء سبحان، فالكل بالروح يفديها وينصرها، وإن هم اختلفوا رسولا وأديانا، فثابروا يا بني مصر ولا تهنوا، فعن قريب نرى صعب المنى هانا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، معنى ثابروا يعني داوموا. في البيت الأول يدعون الشاعر إلى الأمل، أكمل قول الشاعر، فثابروا أسلوب طبعا دائي أمر، وغرضه النصح والإرشاد. سادسا القواعد النحوية، اقرأ الفقرة التالية. إدارة الوقت مفتاح للنجاح، يخطط الشخص الناجح لمهامه ويدير وقته وفق الخطة الموضوعة. خلال مراحل العمر يتوقف ليقيم مدى نجاح هذه الخطة، وبعد كل تقييم
يعدل خطته حسب تقييم الفترة السابقة إن حسن إدارة الوقت من صفات الناجحين. اختر الإعراب الصحيح للكلمتين المنونتين. كلمة إدارة عندنا إدارة جاية في الأول واسم يبقى على طول مبتدأ. كلمة صفات فمن صفات جاء بعد حرف جر يبقى اسم مجرور بعد من علامة الجر الكسرة. أعرب ما تحتوي خط في الفقرة. الناجحين أعرب يا أولاد من صفات الناجحين جر مجرور مضاف إليه يبقى مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أجب ما هو مطلوب بين القوسين. يخطط الشخص الناجح لمهامه ويقول لك حول الجملة الفعلية إلى اسمية فهنبدأ بالاسم يبقى الشخص الناجح يخطط لمهامه. نمرة 2 إدارة الوقت وتحديد الهدف نقط للنجاح وعايز خبر مثنى يبقى الخبر بيبقى مرفوع يبقى مرفوع بالألف يبقى إدارة الوقت وتحديد الهدف صفتان للنجاح. سبعنا الخط العربي اكتب خط النسخ مرة وخط الرقعة مرة أخرى. من يزرع الخير يحصد الخير فهنا النسخ وهنا الرقعة فنكتبهم زي ما هم مكتوبين بالظبط. آخر حاجة معانا الإملاء اختر الكلمة الصحيحة إملائيا مما بين القوسين. وسائل الرأي متعددة من القديم الشائع مثل الرأي بالساقية والشادوف ومنها الحديث الذي يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك مثل الرأي بالرش وبالتنقيط فعلى الفلاحين أن يرشدوا استهلاك المياه لأن قدرة الماء تساوي الحياة. وعندنا طبعا وسائل لين اللي صح وسائل ديا لي أن الهمزة هنا مكسورة وجاء بعد ألف مد يبقى نكتب على نبرة. بعد كده الشائعة دي برضو هي اللي صح لأنها جاية بعد ألف مد ومكسورة فهنكتب برضو الهمزة هنا على نبرة. برضو عندنا هنا فعل الفلاحين أن يرشدوا استهلاك المياه ليه لماذا يبقى هنا نحط إيه فاصلة منقوطة عشان هيجي بعدها إن احنا بنبين السبب. بكده نكون يا ولاد انتهينا من إجابة الاختبار النهائي السابع من ملحق كتاب سلاح التلميذ. استنوني على قناتي أعرف وتعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.